مرحبا. الصندل هو نوع شجر بيتراوح ارتفاعه بين 8 و10 أمتار، بيتطفل على الشجر القريب منه وبيتعلق عليه، يعني بعيش على حساب غيره. وتستعمل خلاصة الصندل بالعلاجات الطبية مثل العطور، البخور، وبينتشر بدول الصين، الهند، الفلبين وأندونيسيا. بالعودة إلى طقسنا، أجواء خريفية متقلبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أما الرطوبة فمعتدلة، الهواء عم بيكون عادي، أما البحر فمعتدل وحرارة مياه هو 21 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 9، على المرتفعات 6 بالبقاع درجة والأرز درجتين تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 14 برحبة، راشانة 20، تغرين 18، سن الفيل 20، ننتقل من بعدها إلى روم 19، وجنوباً جوية 19، رماش 14، جرجوع 14، المختارة 12، بتغرين 18، ترشيش 12، وآخر شيء مننهيها بالخرايب 16. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و75%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 10 أدناها أقصاها 20، الثلاثة بتتراوح بين 10 و21، والأربعة بين 10 و20. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 13، دمشق 14، ومننتقل من بعدها إلى الجزائر 11 وتونس 12، وأخيراً برلين درجة تحت الصفر. هيدا كان كل شيء. باي.